عطونا بركة عطونا مازال ولا وقيل خليهم غدوة يشوفوا وقيل تبوا نزاد لهم نهار قالوا لي خليهم ديفيلي ديفيلي غدوة إن شاء الله تاع العسكر فهمتوا فهمنا فهمنا اختي صفية لا لا سعد مجيد القبل كبير الله يا ودي زادنا يومين وداس المونتاج بين ما المراركة وجدوا الشمع انا اختي صفية شمعتي راني موجدة هنا وكنتسنى فيكم برك انتوما المراركة واش وجدتوا الشمع ديالكم ولا مازال كانت المصيبة كي دايرة ولا لا أملك علامات كاع نحيهم وحشهم وحشهم ورا العلامات نحيهم يا اخو شعب سرق شعب سرق ما يترباش لا يغير الله بقوم حتى يغيرهم ما بانفسهم ما يحشموش الله ما يحشموش يديروا بهم العلامات هكا بغاو يديروا بهم اللايفات في تيك توك ويقولوا للمراركة حنا شواكر وانت وداس المونتاج ضرب واش هما الاخرين يجدك وما قالهمش وكيقول لك الجنرالاتي سرقوا لينا خيرات البلاد تضرب وما خليتيش سفير الجزائر الجزائري في الامم المتحده رسل اكد استعداد وانا ازيد احنا استعداد الجزائر للنقاش والنظر في التقسيم مره ثانيه لان ذاك الوقت كنا مقهورين 35 مليون من المغاربه اقسموا انهم لن يسامحوا فيه قسم المسيره الذي نادى به المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله المغرب ليس عنده اي استعداد ولو يقتسم حبه رمل من الصحراء ها سمعتي ابو ديناشك هنا فين تصايتي ود اخويا عبد المجيد دارت لك الامم المتحده الكونتر خطه تسحابهم دراري صغار ولا حتى لا كاين شي واحد يبغي يقسم معاك بلاد ود داس المونتاج هنا عاقش بهم الامم المتحده ملي غير باغين يخلصوا المراركة الصحراء المغربيه ديالهم قال لي كيقسموا معانا الصحراء لاعبين الرامي هنا حرك عسكري في المنطقه العازله في الصحراء نجم عنه خمسه قتلى من جبهة بوليساريو وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة بوليساريو أكدت مقتل قائد الناحية العسكرية السادسة أبا علي حمودي رفقة أربعة آخرين بعد هجوم شنته طائرة مغربية من دون طيار دون الخوض في التفاصيل لا 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 التفاصيل ما عندنا ما نديرو بهم المهم داس المونتاج بن بطوش البارح طلعات عنده ناقص خمس لاعبين حتى من فرنسا ما تكملاش اليوم البارح في الامم المتحده في مجلس الامن دعموا سياده المغرب على صحرائه لاول مره يعني السيده الرئيسه موقفنا ثابت بالنسبه الى فرنسا ان حاضر ومستقبل الصحراء الغربيه في اطار السياده المغربيه ان الاستقلال تحت السياده المغربيه هذا هو الاطار الذي من خلاله تحل هذه المساله ويا شريف ما تكملاش اليوم ديك روسيا حتى هي الله يهدي الصديق قال لك ديال الجزائر كما قال سعد مجيد ناضوا سيدي متنعوا على التصويت هذا كيعني بانهم كيدعموا القرار ديال المغرب وبقى انت تحتفل ليا تما من اجلك يا وطني من اجلك عشنا يا وطني ما تاكلوا كي الناس ما تشربوا كي الناس ما تلبسوا كي الناس يا ودي الله يهديك الشريف الناس هك حنا اللي سامعين بان مداس المونتاج الناس عايشه بيان وعندهم اقوى جيش في المنطقة دخلينا سيدي داك الشاب طبعا هذا الاستعراض الذي يأتي في سبعينية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الفاتح من نوفمبر يأتي بدلالات واضحة ونحن نشاهد بكل فخر قواتنا العسكرية كذلك هي رسائل لكل المتربصين وكل الذين يكيدون الكيد للنيل من سيادة الجزائر أنها عصية عليهم أنها صعبة عليهم الله يودي لمشوا الإعداد تشافوا لك الاستعراض العسكري عندكم غير ضحكوا غير تخلعوا أرى بداس المونتاج دخل يوم هذاك الشونتي وخلعوا المراركة شوية على خطوط اقترابها البعيدة صقور ذاتها بليل ترسل النار والويل لكل من تسول له نفسه المساس في وحدة ومصالح وطننا الغالي واش على السعب جيد بارك يصفق كيطي على الابطال ديال الفريق الاول اللي ناوي كان كيدخل بهم بالكيرة على المراركة تا داو بدا الفريق الاول اللي كنتي مازال ما غاديش تقطع التريسيتي على شي دولة هبطوا ينزل على دوك الخيوطة راكم ضعفتونا راكم فشلتونا راكم حطمتونا اما هادو الكيرة راه ما يصلحوش بها حاربنا العدو كري يعني منذ ساعات لم يكن هناك اسباب واضحة لهذا الانقطاع الكهربائي الذي عم البلاد كان هناك غضب عارم للتونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي المعلومات المتوافرة حول أسباب هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء نعم ما أثار الرعب بدقة هو أن الكهرباء قد انقطعت على مستوى كامل البلاد التونسية يا حبيتو ولا كرهتو يا ودي راه قطعتو وصفيه ودي راه قطعتو وصفيه ولكن ماشي على المراركة على تونس غيكون بسبب هذاك العسكري اللي نزل على دوك الكابلات ديال الضوء داس المونتاج هو اللي دار البعض يقول لك لماذا التسليح يعني ما هو جوابك ما هو ردك استاذ عبد الوهاب اولا هذا قرار سيادي انطلاقا من الوضع انتهي يا خويا من حقي انني نسلح روحي
ايوا كيفاش واش كاين اليوم؟ انا نشوفوا فيه اضطرابات في الساحل، نشوفوا اضطرابات في بلد شقيق، فهمت؟ في عداوه من الجار الغربي، هذه كل تملي عليك انك لازم تسلح نفسك. لا لا من حقك الشريف، غير هو علاه ما سمعش قال لك اودي سير مونطاج جميع دوك الدبابات والطيارات الاسقاط والاسويت داكشي اللي شفنا برك يخلعنا به السعد مجدد ما خدامش. روسيا خدعت الجزائر واعطتها صفقة طائرات مغشوشة، وروسيا نصبت على الجزائر بمبلغ 3.5 مليار دولار. سمعت يا ابو ديناش؟ كبد الدليل برك يا اخو. هانت دابا ودي السيمونطاج يومين هادي وفريق اول برك يتبرد علينا وسادين الطريق على عباد الله يومين ومخلينهم بلا صلاه الجمعه البارح باش يديروا لنا الاستعراض العسكري، في الاخر طلعوا غير خرده روسيه ما خداماش. او تي قالك ماش كاع لي المدافع والسلاح وكذا وكذا وكذا، وراني انا في المراب غاشي كبير ويستنى. ما تلقونا والو، انا في مونيم ما كاين والو. 12 و 20 كاع عيطيك شبعونا برطير يا ودي الله يهديكم. رانا باقي كنهضر وقلنا لكم هذاك السلاح كامل ما خدامش، غا خرده غا ديكور، حسبوها سيدي غا ديكور. وسعد مجيد طيب بارك سيدي كيعرض على عباد الله وباغي يدير تحالفات، قال لك ضد المروك دار البترول باش نشري البصل ولا باش نشري الثوم ولا باش ندير البصل تاعي وندير الثوم تاعي وندير الحليب الغبره تاع الحليب، نجيب 300 طن، ما نجيبش 310. هذه هي ديال فاش كتخلي جدك مريح مع الضياف، جايب عباد الله كله جايبو من طنج باش يبدا يعاود لهم على الحليب والبصله والحكره ديال المروك. جايب معاه سيدي قيس سعيد مجلس وحده بالبطوش، ثلاثه الاخرين ما عرفتهمش ودا السير مونطاج. هذاك العسكري بعدا ما عرفتش كيدير تماك، هما قال لك رؤساء دول. هذاك العسكري اش كيدير تما؟ بهدلتونا والناس راه تتفرج ما فهمتش. وجايب معاهم بالبطوش اغلى لاعب في الدوري ديالك، وجلس حدا هذاك ديال، قال لك اسيدي رئيس ديال ليبيا والله اعلم، بقى خاصكم غير هذاك حفيد نيلسون نوتيلا باش كمل لكم شويه الهيبه، اما راه ما كايناش. الرعد اشطاك قطع الكهرباء للمروك للزريبه، اشطاك كلنا اشطاك قطع الكهرباء، ما يغيظكم حتى واحد. جعل عودو كيشاري يا لالا، قولوا لي تاني ماشي هي اغنيه مغربيه شخال شنو جدا، داو مع البروتوكول الملكي وداو معاه الاغنيه وصير تهضر معاهم. كل هداتها بدينار رمزي، كل ما عندنا في الجزائر خذته لها هي حاجة. مثلا اكتشفتها منذ يعني زمن موش بعيد، حتى العقود اللي يديروهم البلدان الأوروبية مع الجزائر فرنسا تدخل في الوسط تقول أنا الوسيط وتاخذ بورسنتاج. مازال يا با تري لونطون، واحد نقول واحد 10 سنين. اجلك عشنا يا وطني، عايشين فيها الجنرالات واولادهم. هذاك الوطن، الوطن هذاك تاع الجنرالات. انا كنت رحت لايطاليا وتكلمت في التلفزيون الايطالي، داروا حصص كبار معايا، قلت لهم يا الايطاليين يا كنتو ما عندكم علاقات مليحه مع الجزائر، ما فهمتكمش كيفاش باش دير عقد مع الجزائر تجوز على فرنسا تاخذ الاذن وتعطي لها لا بار نتاعها. قلتها لك اودي سير مونطاج، قلت لك خالتي جورجي ميلوني ديال الطلاين راه ما تكذبش، كانت قالت لهم بام بيبليكا فاتحه بانه فاش بغينا ناخذوا هذاك الغاز من عند الجزائر تفاوضنا مع فرنسا. خرجوا لينا بونيف هذوك الناس ديالو كلها يا خو ما كاينش منا. يا السيده من عندكم كتعترف. لسبعين طلقه احتفاء بالذكرى السبعين لثوره نوفمبر خالده. المسلسل ديال بغيت حياتك ما غيساليش ولا ما نجاوبوش؟ وانت كاع سيدي جبتي العودان ولبستي والسلهاميه ودير ما عندكش الهيبه ديال الملوك، كتبقى سعد المجيطيط ولد احمد الامام ديال مشريه، ما عمرك غتولي ملك ابن ملك. انا لله وانت احمد. قولوا لنا برك تعوضوا ولا مازال، ولا واقيلا نخليهم غدوه يشوفوا. وان شاء الله راح ينقطعوا عليكم الكهرباء، لا راح تكون عندكم اكبر انيفرسير، اكبر عيد ميلاد
يوم 31 اكتوبر راني نشم في ريحه المروكي. المغرب راهي تتوجع، راهي تقول راح تولد، راهم رايحين يديروا لها سيزاريان، لان لو 31 اكتوبر ان شاء الله تروحوا شروا الشمع وان شاء الله راح نقطعوا عليكم.